عاد شو معوشان عاد جديد بنشر كليبات الدراري يلاه خديتها ان شاء الله الضراب معايا ان شاء الله باذن الله. هانت الكليبة ان شاء الله غادي نكسبها. قولي كيف جاتكم. اللهم بارك. ديجا دابا راه عندها شي 48 يوم مازال ما وقفاتش لودينات ومازال ما سميتهاش. واحد البلان اليوم غنديها باش ندوق ليها البراوات ديالها ونصيب ليها الكارني ديالها. هانت الكليبة ان شاء الله غادي نتولع منها وغتبقى عندي في المحل. ديجا مازال ما سميتهاش. بغيتكم كاملين تقترحوا عليا سميات تحطهم ليا في لي كومونتير باش نلقاو لها السميه اللي تناسبها. اللهم بارك بنشر. اشوني غنهز الموتور دابا وغنديها عند الطبيبه ديجا داير معاها وغنديكم معاها. ليتس جو. A few moments later. قيتوني يلاه جيت من عند الطبيبه وبغيت نبارطاجي معكم واحد المعلومه اللي مهمه وهذا غلط درتو اليوم. ديجا قالت لي الطبيبه باللي الكلب في الشهر راه كتجيبو عندك اول مره للدار ما خاصكش اوتوماتيكمون الغد ليه تبغي تدق ليه البراوات ديالو كما درت انا خديتو البارح اليوم ديشو عند الطبيبه. هذا غلط. قالت لي باللي ام خاصو يبقى عندك واحد 5 ايام تشوف الكليب كيفاش داير الكاركتر ديالو واش كياكل مزيان كيلعب مزيان فيه لا دياري ما كيعاني من والو. ديك الساعه باش يمكن لك ديه عند الطبيبه ودق ليه البراوات ديالو. حيت بعض المره فاش كدق ليه البرا ديال الامراض هذاك الفيروس اللي فيك بحال كتعاود تنوض وتهيجو. الا كان مريض هو كتعاود تهيجو في عوض ما كان مهدن ومكالمي انت كتعاود تنوض وتهيجو اللي يقدر يؤدي للموت ديال الكلب ديالك. وهذا غلط درتو. انا قلت لها دق ليه البراوات وكنتحمل المسؤوليه ديالي. واحد الحاجه اخرى ديجا داير مع واحد الدري صاحبي غيجيب لي واحد كليبات حاطهم للبيع من نوع الكاني كورسو كاينين وليدات وكاينين كلاب كبار. تبع الفيديو حتى الاخر باش تشوف هاد الكليبات اللي انا شفتهم في الفيديو وصيفطهم ليا. راه شي حاجه ما يمكنش. Watching these bunnies bounce. Shorty, you're 10 and rubber band. Come on for the 100 pop. All of this talk, but don't run a mouth. I'm trying to be out. All I really wanna know. When we leaving, all I really need to know. المهم الدراري اللي بلاهم مبارك. انا ما كانتش البياس اللي غتحمر لك وجهك. انا ما غدوش عندي في اليوتيوب. اللهم مبارك السلعه ديال خويا سعيد. اللي مكتبه لي هاد البياسه راه يبقى يقول لي الله يرحمك الوالدين خير اللهم بارك الكوفلاج الصحه ديالو اللهم بارك ناضيه. المهم اللي مكتبه لي هاد البياسه راه يقول لي الله يرحمك الوالدين. انا متوسط هاد البياسه راه ماشي ديالي ديال خويا سعيد. واللي مكتبه ليه غيقول لي سير الله يرحمك الوالدين. Let's go in this money, we partying. Pick it up, too many bottles, we bodying. It ain't enough, give me the check, I give them the plastic. Don't gotta flex, I know what you asking. You need a lift, you look like you crashing. Here it come, what's in my cup? Only top shelf. هانتوما الدراري عاوتاني ضيف خرجي عاوتاني عندنا. مرحبا مرحبا مرحبا. ها اللهم بارك.
هذا ماشي ولد الاخر. لا ماشي هو. المهم الدراري تاهو ذكر اخر معروض للبيع، اللهم بارك القباحه كلشي كاين. شحال عنده هذا خويا سعيد؟ تاهو 19 شهور. اللهم بارك. مازال عمرو تفوت لا؟ لا باقي صغير، كوكلاج عام وشهرين. عاد كيدير الكوك؟ اللهم بارك. غنخرجوا لكم الدراري تاهو برا ونوريكم القيفه ديالو والعبارات ديالو. حتى هو محروم معروض للبيع عند خويا سعيد. اللي بغى الف مرحبا. اي راس راه كاينه الدراري عند خويا سعيد، غاتواصلوا معاه. خلى لكم النميره من كتب لي شي حاجه ان شاء الله يديها. حنا نخرجوا دابا برا ونشوفوا القيفه ديالو. اللهم بارك على راس الدراري. اللهم بارك. عنده 9 شهور. هذاك شي مالك كيف كيقول خويا سعيد. اللهم بارك يا سعيد. ما كانش من الحارة ما تدوش كلمة مالك. كيف قلت لكم نعاود نقولها لكم، قال خويا سعيد راه ما كانتش حاجه زوينه، راه واخا نعرف ما نحط حتى شي حاجه في اليوتيوب. فاش كتكون شي بياسه زوينه راه كنصور والي. بالنسبه للثمن تخلي في البريفي ولا تقوله؟ لا خاص، كلشي خاص. كلشي خاص الدراري، كلشي خاص. يتواصلوا مع خويا سعيد اللي مكتب ليه حتى هو ان شاء الله يدي. What's my leaf gon' stick this whole place out? Big facts, I do what I want, I do what it does. I'm moving around, I'm getting the love. It's me that you want, my schedule is plugged. But I'm here now. All I really wanna know, when we leaving. All I really need to know, is when we leaving. All I really wanna know, when we leaving. Mohamed Lamia, La Fiqa. كتشوفوا هاد لاراس هادي راه كاش صغير كافية. بغيت نكون مونطي لكم في الفيديو. كاينه كليبه لتحت ما باغيش نصورها لكم، نخليوها لشي فيديو اخر. بالنسبه للنمره ديال خويا سعيد تلقاوها تحت الفيديو. دخلوا تواصلوا مع ديك النمره فيها الواتساب، نيغوسيو على ريوسكم. ديجا عنده كليبات اخرين حتى هما حاطهم للبيع. واحد الحاجه قبل ما نسالي الفيديو ديال اليوم، كنتسنى الدعم ديالكم دي كومونتير موتيفي باش تخليونا ديما نقلبوا على الجديد. ما تنساوش تدخلوا عندي الانستغرام، حنت يوميا كنحط دي ستوري ديال الكليبات الجداد اللي كنجيب للمحل والحيوانات اللي عندي في المحل. ما نطولش عليكم، نجي احسن من اللي فاش. وبيس اند بوكور لو.